What if I say I know, you know, what if I told you I like you. اهلا وسهلا غزالة ديالي، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير. المهم رجعت لكم اليوم فيديو جديد كيف ما وعدتكم. كيف ما شفتوا كنت قلت لكم شريت نشافه الملابس وبعثتكم باش غنحط لكم فيديو كيفيه الاستعمال لاول مره بالنسبه لشراها وما عرفتش كيفاش نستعملها. المهم غنهضر لكم على الماركه ديالها وعلى حتى الثمن وعلى كيفاش نستعملوها وعلى الكيلويات اللي فيها. المهم اكيد بالمساعده ديال الزوج ديالي غادي تشاركوا معايا الطريقه الاولى ديال الاستعمال. خليكم معايا الى اخر الفيديو. المهم كيف ما كتشوفوا معايا هي باقا بلومبالاج ديالها. اول حاجه كنحيدوا لها لومبالاج. كيف ما قلت لكم الكيلويات راها فيها 9 كيلو. رشيد تقدر تسد الباب غزالة ديالي؟ هاي فيها 9 ديال الكيلو. هاي من الداخل كيفاش دايره. راها كبيره تقدر تهز لكم حتى المانط. المهم انا كنهضر على هاد العدد ديال الكيلويات ا دو بلوس، يعني اقتصاديه في الانرجي. اول حاجه كنلقاو فيها واحد جوج قريعات، مهم اول حاجه كنلقاو فيها هاد جوج قريعات. هذه ديال البلاستيك، ياك بلاستيك هذيك ولا جاج؟ هذه ديال الجاج اللي كنلقاو في بلاستيك، ياك كنلقاو فيها هذه ديال البلاستيك عامره بالماء. هاد الماء كيكون ديال الفابور. وكنلقاو معاها مرافقاها قرعه واحده اخرى ديال البلاستيك، اللي هذاك الماء اللي في القرعه ديال الجاج غنخويوه في هاد القرعه ديال البلاستيك، باش هاد الماء غادي نديروه في البلاصه كيف ما غتشوفوا معايا. هبط القرعه، القرعه كيفاش دايره. المهم غنخويو هذاك الماء اللي في قرعه الدجاج في هاد القرعه ديال البلاستيك. المهم كيف ما كتشوفوا معايا كنحاولوا اننا نخويوها من جميع الاشياء اللي كتكون فيها الداخل. صافي دابا غادي نخويو هذيك القرعه ديال الدجاج في ديال البلاستيك باش غنوريكم فين غادي نديرها. كيف ما كتشوفوا كنحلوا هاد البلاصه هذه، هاد القرعه بالضبط هذه الطويله اللي كتشوفوا. بلاتي رجعي حدي راسي معايا. راه لهنا راه زيد على هادشي، زيد كيما درتي لها المره اللي هبطها لتحت. المهم هذه بالضبط اللي كتشوفوا، هي فيها هذيك الغلاقه زرقاء. هذه بالضبط فوق تما كنشفوا الحوايج ديالنا في اي تنشيفه كنخويوها باش كتكون خاويه من الماء. صافي كنحيدوا واحد الغلاقه كتكون هنايا وكنخويو هذاك الماء اللي خوينا في القرعه ديال الزاج، حولناه لقرعه البلاستيك كنخويو في هاد البلاصه. كاينه واحد التقيبه تما كاين، صافي حتى كنخوي بها كامله هذيك القرعه. هذه كدار هاد العمليه كدار مره واحده فقط، يعني مين كنشريو النشافه ديالنا لاول مره كنديروها. صافي ما كنبقاوش نعاودو نديرو هاد العمليه. ديك التقيبه فين خوينا هذاك الماء، ودابا غنعاودو نرجعو هادي. غنعاودو نسدوها طاحت علي، كنرجعوها بلاصتها حيت كندير صبعي، كنرجعوها بلاصتها بهذا الشكل هذا. صافي ودابا غادي نلصقو البريز باش غنوريكم كيفاش غادي نشعلها وكيفاش غادي نخدموها.
من بنات كيف مشيتو معايا وريتكم كيفاش الطريقه ديال كنخويو هذاك ليكويد او داك البرودوي فيها. دابا غنوريكم شنو الشبكه اللي كتكون الوسط، وخصنا من مور كل تنشيفه ديال الحوايج نغسلوها. ها هي هذه اللي هنا كيف ما كتشوفوا معايا راه كتحل، وكنغسلوها من مور كل تنشيفه غير في الماء بحال هكا كندوزها تحت الروبيني وكنرجعوها لبلاصتها. وكاينه هذيك التحتانيه فين كيبان لكم مكتوبه ا دو بلس، هذيك دا ا دو بلس ديال الانرجي ديال بانها اقتصاديه. كنحلوها كنحلو هذيك اللعيبه الكريجه اللي كتبان لينا. المهم هذيك البلاصه، هاد البلاصه بالضبط البنات التحتانيه اللي كتشوفوا بحال الموتور، هذيك غير كان مره في الشهر بحال هكا كنقيوها بسبيرابول فيري، كنقيوها بلاسبيرابول فيري، يعني كتحيد لينا داك الخمال ديال الحوايج اللي كتحط في لاباتريش في لاشوغاتريش. صافي دابا غادي ندي الاشوغاتريش لانني غادي نانستاليها فوق لاباتريش باش هكا تجيني ساهله في الخدمه. وغادي نلصق التيو، غنوريكم من بعد كيفاش غادي نلصق التيو، غنركب البريز وعاد غنوريكم طريقه الاستعمال كيفاش كنشعلوها ونخدموها. المهم زيت ديالي كيف ما شفتوا معايا الطريقه كيفاش درنا ليكويدو فيها ووريتكم شنو الحوايج اللي كيتغسلوا. دابا ما بقى الا نركب داك الكيت التوبو ديالها ديال الماء وديال الضو. صافي باش نوريكم هي تاكسيل هاد اولترا لوكس، كاين لي مارك كاين اولترا لوكس بوش، كاين بزاف سامسونج بزاف واصلين حتى ل 15000 درهم ياك، 15000 درهم واصلين ياك رشيد، شي من اغلى وحده تما كاين كدير 7500 درهم واصلين واصلين حتى 15000 درهم. المهم واصلين حتى 15000 درهم، مي انا هذه لقيتها دايره ب 7500 درهم، 150000 ريال. ملي لقيت عندهم واحد السكونت بالنسبه لي كاين هنا في ليطالي مشي الميديا وورد، لقيت عندهم واحد السكونت ديال 100 يورو قد ما خديتيها 1000 ب 1500 يورو كينقصوا لك 250 يورو. انا هذه خديتها ب 750 يورو نقصوا لي 100 يورو، يعني خديتها ب 7500 درهم نقصوا لي 1000 درهم فيها. لافونتاج اللي كاين في السكونت هو كينقصوا لك ديك الساعه ما كيعطيوكش بونيس تعاودي ترجعي. صافي هادشي اللي كاين البنات بالنسبه لي الانرجي راه ما كتاكلش الضو بزاف، سولت عليها حيت هي ا دو بلس كيف ما كتشوفوا هنايا. المهم انا ما كنديرش الاشهار لا مارك ولا هذا، انا كنعطيكم فكره بالنسبه لي اللي محتاجه بغات شنو كنعطيك فكره باش تمشي ديريكت طومول كنسهل عليك. اما انا كندير مارك لا ادخالك في معقلو عليا حتى حاجه سكونطو بحال بحال كاع الناس. هادشي اللي كاين البنات، المهم راه ما كتاكلش الضو، قالوا لي الا خدمتي نهار اي نهار لا راه ما كتستغرقش لك بزاف، يعني في العام نقولوا 6 شهور يلا كتاكل لك داك شحال قال لينا رشيد 60 يورو، يلا كتاكلنا داك 60 يورو في 6 شهور. المهم تيقولوا ضروري كتكون شي حاجه زايده. المهم راه ما كتاكلش وهي مهمه بزاف، كتحافظ على الحويجات كتنشفهم. وانا راه ماشي خديتها فوق الشبعه، راه قلت لكم بانني محتاجه بصح، وراكم عارفين مع كاين ما كايناش عندنا حنا الشمس هنا مزيان، الحوايج كتبقى فيهم داك الهيوميديتي وداك الريحه خايبه، هذاك الشيء علاش شريتها البنات. المهم غنخليكم معايا، جيت نشرح لكم هاد الحويجات البساط باش نخليكم على انستالاسيون ديالها وكيفاش غنخدمها، كيفاش كتخدم في القطن في الحوايج اللي تيكونوا نيلو، كيفاش لي زور. المهم كاينين بزاف هنا ديال لوبسيون ديالها، غتشوفوا معايا كلشي. المهم بنات هذه هي النشافه ديالنا، وباش هي زوينه ممكن تحطها في اي بلاصه كيف ما كتشوفوا معايا، انا دابا حاطاها غير في الكوزينه، حطاها يعني ممكن تحطها في اي بلاصه ما عندكش مشكل، ماشي بحال لاباتريش خاصها تبلونشا في
خاصها تبرونشا في الحيط ولا هذا. المهم هذا هو البروغرام اللي دايره لها، اللي كتنشف لي عليه الحوايج ميستي، يعني حوايج مخلطين. انا غنخدمها قدامكم دابا. ها هما الحوايج اللي ديجا نشفات من قبل، ناشفين 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 مزيان لواحد الدرجه كيخرجوا من هنا للماريو. ودابا غنخدم معكم. ما كتستعملش الوقت بزاف، 55 دقيقه. غادي نوركو على هاد البوطونه هادي صافي، وغادي تبدا تخدم لينا الحبيبه ديالنا نشي شيفا اللي ساعدتنا في هاد البرد والشتا صراحه، لان ما كاينش الشمس كيف ما قلت لكم، ما كنشوفوش الشمس بلا بها مشكله. صافي كتبقى خدامه حتى كتحبس راسها، كتحلوها كتلقاو الحويجات ديالكم ديجا نشفو، ما عليكم الا طويوهم وديروهم في الماريو ديالكم. ما عاجي نجيب الفوطه شوفها ناشفه. ماي ماما الحويجات اللي نشفات من قبل كيخرجوا ناشفين البنات، ناشفين 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 وسخان. What if I say I know you know? What if I told you I like you?